مشاهدينا حياكم الله أينما كنتم، ونساء في السياسة يا شهندة، وخبرينا يم الصوت الحزين، يم العيون جناين يرمح فيها الهجين، وما قيل الكثير. نساء في السياسة يضم نخبة من أرقى السيدات في المجتمع العربي، مررنا بتجارب سياسية ومحن وأزمات كثيرة، ولكن نختصرها في بعض الجمل القصيرة. شهندة مقلد، شهندة مقلد هي سيدة مصرية، سيدة عربية، سيدة كافحت الكثير وناضلت الكثير. في حق من سنتحدث اليوم؟ سنتحدث في حق الكثير. شهندة مقلد، أمين عام اتحاد الفلاحين وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. كنت بتحسي أوقات أن أنت داخل المعتقل، حتى رغم إيمانك بالقضية ورغم إيمانك بما تحمل الرسالة الإنسانية السامية اللي داخلك، والتفاف أيضا مجموعة الفلاحين الكبار والمقاومة الشعبية لانضمامك لها، كنت بتحس ان انت مفتقده جوا البيت، مفتقده جوا اولادك، احتضانهم؟ طبعا يعني كنت بشتاق لاولادي وبحن لهم وبيصعبوا عليا، وفي رسائل انا كاتباها لاولادي من السجن وهم بعتنها لي، يعني ان احنا بنقول دي ضريبه اختيارنا لهذا الطريق، فعلينا ان احنا نتحملها. ما حدش لكن كانت لامك؟ قاسيه طبعا عليا وعلى الاولاد اكيد. ما حدش لامك؟ قال لك لا خلاص كفايه لحد كذا؟ لا، بيتك اولادك اولى؟ كثيرين كانوا بيقولوا لي كده اصدقاء، لكن عيلتي واسرتي اخواتي، انا عندي 2 اخوات لواءات، وعندي اخ خبير مالي، وعندي اخت مهندسه، يعني دول كانوا متكاتفين معايا، واخي الشهيد الطيار الله يرحمه. اشرف يا حبيبي، فدول كلهم كانوا متكاتفين معايا. ولما لو جبت لك جواب اشرف وهو بيتمرن وبيشجعني على ان انا استمر وان انا يعني ما توقفش، وان انا بالعكس، فانا المحيطين بيا من اسرتي ومن قريتي ومن الاصدقاء كانوا كلهم مساندين ليا. البعيدين عني او الطبقه العليا في اسرتي هم اللي كانوا بيقولوا الكلام ده، فطبعا ما كنتش بسمع. يا الله. لما بتروحي الآن كمشيش يعني بتزوريها على طبعا فترات، احنا بيتنا هناك واسرتي هنا، يعني يعني مقيمة انت الآن إقامة هناك انا ولا؟ بأقام اقامه مشتركه في قريتي، لنا بيتنا، بيت جدي اللي هو البيت القديم الأساسي يعني. الاساسي، وبيتنا وبيتي هنا، عشان اللي هو في لما القاهرة. بنتي دخلت الجامعه كليه الالسن انا جيت هنا عشان ابقى معاها. كيف إحساس الناس بيكي؟ انا بحبهم جدا وهم بيبادلوني شعوري، يعني ده شيء جميل. هم كمان عندهم احساس بالمعزه والعزه كمناضلين كمشيشيين، يعني بيحسوا بفخر انهم من كمشيشي، الله فده شيء الله. جميل. ارتباطك بالأرض، أوقات حسيتي كذا أن أنت محتاجة تعيشي جو من الرومانسية أنت والشهيد صلاح حسين؟ لأن القضية غريبة شوية أستاذة شهندة، يعني حتى مشاهديني يعذروني أن أنا من أمس بحاول أعيش داخل الحالة، وعشتها وتأثرت وبكيت جدا وبكيت كثيرا بعد ما قرأت لك كثير من الكتابات اللي كتبتيها، وارتباطك بالأرض وبمصر لهذه الدرجة. حسيتي وقت من الأوقات أنه شهندة مقلد الأنثى بحاجة أن تعيش بعيد عن أجواء الضغط وأجواء التوتر وأجواء المقاومة، أخطف زوجي وأهرب بعيد عن هذه الأجواء كلها؟ لا اطلاقا، ما حسيتي؟ لا لا، ولا انا ولا هو. يعني انا هبقى اجيب لحضرتك الجوابات، اللي هو يعني احد الخطابات اللي اولا هو كان بيشجعني على ان انا اخوض تجربتي في القريه في الانتخابات وكده، كنت اصغر واحده تبقى في عضو اتحاد قومي في الوقت ده، منتخبه من الفلاحين، وبعد كده في الاتحاد الاشتراكي، وكاتب لي يعني في رساله بيقول لي من جندي الى احد قاده نضال الفلاحين علي، وبعدين بقى حبيبتي وام حبيبي وشريكه حياتي وكفاحي واماني، انا مشفق عليك من ذئاب الاقطاع التي ما زالت تسيطر على مقدرات الحكم بالمنوفيه، ولكن حينما يعني ينتابني الخجل وشيء من لوم النفس وتوبخها حينما اتذكر ردك على عميد اتحاد قومي المنوفيه، ان انا يعني ردت عليه بعنف. فدي احنا كنا عايشين قصه حب ونضال مزدوجه، لان يعني انا بحس ان حبي الوطني وحبي الناس وحبي الاهلي وهو كمان يعني كان شيء واحد، ما كانش حاجه منفصله، يعني هو ده الاثنين، ده تمازج او امتزاج بين حب الوطن وحب الناس وحب الحبيب. هو طبعا حبيبي، وكثيرا ما كنا نقعد اقول له لا انا اللي اموت الاول، وهو يموت يقول لي انا اللي اموت الاول، لو لما كانت تيجي مناسبات كده نكون بنتكلم فيها، انا فرق بيني وبينه 10 سنين،
فكنت ساعات عكسه واقول له بكره انت هتعجز وانا هبقى انا وناجي ونتفسح ونسيبك انت راجل عجوز، فكان يضحك. لكن طبعا انا ما توقع يعني يعني انا ما تصورتش ان اقدر اعيش ولا يوم واحد بعد استشهاد صلاح بعد موته. لكن الحياه او القضيه اللي انت بتاخدك يعني احساسك بانه هو، بالعكس كنت بحس ان انا طول ما انا في نفس قضيه استشهاده او في نفس طريقه ان هو عايش جنبي، انا عمري ما حسيت انه سابني ولا تخلى عني، انا حاساه جنبي على طول. يا الله، في كم حب في عيونك وفي لمعة حب في عيونك مش عادية. مش الحب التيكاوي اللي عايشين احنا هذه الأيام. أنت حافظة رسائله؟ في رسائل طبعا كنت حافظها له، حافظه له الرساله اللي ادهاني تحت السرير، بس انا قلتها كتير قوي لكن هقولها لانها من ضمن الرسائل. هو كان بيتكسف دايما، لا لا، انا حابه شويه اجواء فكان رومانسيه دايما حابه. يبعت لي الرسائل، يعني ارجع الاقيها في البيت شايلها لي. لما يوم جوازنا كتب، حطيت ايدي تحت المخده فلقيت كاتب لي كده: جاءت حبيبتي حقيقه كالامل، تحمل معها اضواء غدنا البسام، جاءت ولا ادنى اثر لذلك الجهد الرائع يعلق بثيابها، لقد غسل الحب المنتصر كل شوائب الرجعيه وزادها حبا، ولم يبق من الماضي غير عزيمه انسانيه، اثرت منزلي ذو الغرفه الواحده الاساس الهرم على وثير العيش. إنها حقا بداية جميلة لأناس يحبون الشعر. أنا أبويا لعب دور في حياتي هاي، لأنه من الأول وهو يعني أنا في كاتب لي كلمة في أوتوجراف بيقول لي: دافعي عن رأيك حتى الموت. يعني أنا عشت حياتي، أشياء المصيرية في حياتي اخترتها وعملتها ومحدش قدر يمنعني عنها. يعني أنا اشتغلت في وسط فلاحين، وفي وسط فلاحين صعايدة مش فلاحين بس، وأنا امرأة ما تهيليش إن أنا حاجة تانية، أنا مش راجل. وما شفتش أبدا أبدا في أي مرحلة إن كوني امرأة ده كان عائق قدامي في حاجة. يعني طبعا قضية إن أنا أتجوز ده كان عائق في الطبقة الوسطى اللي هي منها أسرتي، اللي منها أمي بالذات، لو كان أبويا عايش طبعا ما كانش بقى فيه مشكلة. أنا صلاح ابن عمتي وقيادته لحركة الفلاحين في كمشيش ضد الإقطاع، فهو بالنسبة لي طول عمره المثل الأعلى بتاعي. المهم في مرحلة قال لي إنه بيحبني، فأمي كانت عارفة إن هو بيعتقل كتير ومش مستقر وما عندوش وظيفة وإلى آخره، فعمتي راحت تخطبني فقالت لها: أنا هقطع شهندة 100 حتة وأدي للكلاب حتة حتة ومش هدي صلاح حتة من شهندة. فطبعا هنا بقى ما كانش في حل تاني يعني، فقررنا إن إحنا نتجوز. وبعدين يعني كانت يوم فرح حلو بالنسبة لي، لأنه كان يوم انتصار يعني كمان مش بس. فتاني يوم الصبح بحط إيدي تحت المخدة كده فلقيته كاتب جواب، أنا معايا صورته طبعا. جاءت حبيبتي حقيقة كالأمل، جاءت تحمل معها أضواء غدنا البسام، جاءت ولا أدنى أثر لذلك الجهد الرائع يعلق بثيابي، آثرت منزلي ذو الغرفة الواحدة والأثاث الهرم على وسير العيش، إنها حقا بداية جميلة لأناس يحبون الشعر. يا الله. يعني دي 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 حياتي. برضو أبويا كاتب لي قبل ما يموت بشهر، كاتب لي كده: وصيتي إليك هي التقوى، اتقي الله في كل صغيرة وكبيرة، لا تفعلي سرا ما تخشينه جهرا، إذا كنت في نعمة فحافظي عليها، وليكن لليتيم والمحروم منها نصيب، دافعي عن رأيك حتى الموت. فوصايا صلاح وأبويا كانوا حاجة غالية في حياتي، يعني ما اقدرش يعني انا اسيره هذا الزخم الانساني اللي ابويا مدني بيه وصلاح مدني. يا الله، حبيبك الاول، حبيبك الاول هو والدك، حبيبك الاول الذي ارتبطت به وحسيت انه مديكي دفعه عشان تكملي، ومدي هو المدرسه الاولى في حياه ده شهنده صحيح. ايضا ده صحيح. ابويا ومدرستي الاستاذه وداد متري
يعني كان بداية الـ وصلاح، يعني هم دول ثلاثة في حياتي قيمتهم عالية عندي أوي أوي، وبقيت أصدقائي بقى كتير أوي. الله، كتاب تسبب لك في يعني إثارة الزعل مع بعض الناس. مش زعل، ده الأس يعني أحفاد أو يعني الأبناء الأسرة الإقطاعية رفعوا علي قضية واتحكم عليا فيها وتم تغريمك أعتقد مبلغ 10,000 جنيه 10,000 جنيه، أو ويا ستي وسنة حبس احتياطي. سنة حبس حبس احتياطي احتياطي مع إيقاف تنفيذ، مع سوري إيقاف مع إيقاف تنفيذ. التنفيذ، سنة مع إيقاف التنفيذ. في حين إن أنا في هذا الكتاب يعني، ومؤرخين المصريين والكتاب المصريين والمثقفين المصريين كلهم كتبوا إن دي شهادة على تاريخ، هذا هو التاريخ اللي أنا عشته، مش يعني لم أخترع شيئا ولم أدعي شيئا، وكل كلمة قلتها كان عليها وثيقة، وإيه تاني يعني، ولم أتفوه بكلمة بلفظ نابي في اتجاه هذه الأسرة، يعني كلها كانت أشياء تتعلق بظلم الإقطاع للفلاحين، ظلم يعني ما فيهاش كلمة نابية تمس أي حد فيها، لكن هكذا حدث. أصريتي على أنك تكملي الجزء الثاني. الغريب بقى، الغريب إن المعدة والناشر اتبرأوا، في حين إن المذكرات أنا لو حطها في درج بيتي، أنا كتبتها وحطيتها في درج بيتي، أيوة. حد له عندي حاجة؟ لا طبعا، يعني يعني إذن اللي نشر واللي عد معايا متضامن في معايا في المسؤولية، دول صح. تم طيب تبرئتهم. إيش السبب؟ فهي القضية كانت إزاي شهندة مقلت تاخد حقوق بس، يعني كانت كده. يعني لمجرد انه حتى نوع من الضغط او نوع من العقاب او نوع من انه لا مش عايزين حد يتكلم بالظبط او حد يتذكر او حد. بالظبط، ما زال الاقطاع موجود استاذه شهنده. بس بشكل مختلف طبعا، بشكل مختلف، شكل الاقطاع بقى يعني نفوذ اخر مختلف طبعا. الاقطاع بشكله التقليدي لا مش موجود، ما اعتقدش ان الشعب المصري، انا كنت بقول اهم انجاز لثوره 25 يناير و30 يونيو هو اسقاط حاجز الخوف. ال اصغر انسان وافقر انسان واجهل انسان النهارده عرف حقه، أصبح في وعي، اصبح في وعي، فيصعب تماما ان يعود الماضي كما كان، خلاص انتهى. نطلع فاصل قصير، ما رأيك؟ أوي أوي. فاصل قصير ونعود، ابقوا معنا مشاهدينا، حياكم الله من جديد، وما زال معنا ومعكم السيدة شهندة مقلد. 2013 و2012 نقاط فاصلة ونقطة ومن بداية السطر لكثير من الشعوب العربية. النقطة ومن بداية السطر في مصر ماذا حدث؟ يعني تحس أن العالم تغير من حولنا، في طاقة شبابية حرة، وفي طاقة تبحث عن الجديد، وفي طاقة تبحث عن الاستقرار وعن الأمان وعن لقمة العيش النظيفة وعن الحياة الكريمة. تحولت الثورة مع أو ضد هذه الأفكار؟ شوفي حضرتك، أنا بقول إن هناك مخطط كان حتى أعلنه ياسر عرفات سنة 84، مخطط لتقسيم المنطقة العربية الكانتونات لسايز بيكو 2، يعني في سايز بيكو اتعملت اللي هي العادية واللي الناس مطلعين عليها وسايز بيكو الثانية، كان هو كان يعد للمنطقة الاستعمار عادة أو استغلال يعني تقسيم الدول أو الحالية. أيوة. النظام العالمي الجديد اللي بتمثله الإمبريالية الأمريكية هي بتريد تقسيم الوطن العربي لكانتونات صغيرة عشان تبقى إسرائيل هي الدولة الكبرى الوحيدة في المنطقة، ويبقى الباقي، وهي بتطالب إسرائيل بتطالب بدولة يهودية. يعني ما فيش في الدنيا حاجة اسمها دولة اسمها دينية، يعني دينية، لكن لما تقيم إمارات إسلامية هنا وهنا 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 يبقى مبرر إسرائيل أصبح منطقي. نمرة اتنين، إنها تقضي على الجيوش العربية، وده كان واضح. يعني أنا طبعا مش مع صدام حسين، لكن أنا بقول إن أي حاكم ظالم شعبه اللي يشيله، شعبه اللي يخلعه، مش قوى خارجية تيجي تدخل تدخل. والغريب قلبه مش علينا ابدا، مهما احنا يعني العراق كيف تم تكسير الجيش العراقي طبعا وتفتيت العراق، انا كنت ببكي
وانا بشوف الـ التراث أي العراقي والله، العظيم، أي والله، البلاد العظيمه، كانت منارة، كانت اه منارة، كل ده وكانت بيتكسر قدام عينيا، وفي ناس بتأيد، بتأيد. بتأيد هذا. فطبعا ده مخطط واضح انه امريكا حتى يعني شاه ايران استخدمته ورمته، يعني هي تستخدم العملاء ثم تتخلى صح، عنهم. تخلق المخلوقات، البدائل بعد ودايما كده. يكون لها بدائل. بالظبط كده. فهم كانوا بيحضروا لخطه، والشعب المصري بيحضر لخطه، والشعب العربي برضو بيحضر لخطه. الشعب المصري يمكن لانه اكبر يعني تعدادا والى اخره، بسرعه استوعب الخطه، بسرعه استوعب المؤامره او المخطط. فعشان كده في 30 يونيو خرج عشان يسترد ثورته ويرفض هذا المخطط اللي انا رايي فيه انقاذ للامه العربيه كلها. طبعا، لأن مصر هي النواة الأساسية، مصر هي مصر ام رمانة مصر من الميزان غير نفسها. العرب ما تبقاش مصر، والعرب من غير مصر ما يبقوش عرب. صح، يعني هذه المعادله اللي هي لازم نحرص عليها زي حبات عينينا كلنا. يعني انت كنت تشوفي كل الشعوب العربيه بتحب بعضها، لكن اللي الذي يحدث مش من فعلها، مش من فعل شعوبها، طبعا من طبعا، فعل يعني اعدائها أعدائها وحكامها أيضا، وحكامها الظالمين او من فتحوا المستبدين او الباب كذا. لدخول بالظبط هذه بالظبط المخططات بالظبط وسمحوا، بالظبط وكانت بالظبط. هناك فهي يعني الثوره تعرضت لهزات. لهزات كتيره، لكن الحمد لله انا اعتقد ان احنا تجاوزنا. أنت قرأتي أكيد نصوص الدستور وتابعتيها، طبعا وشفتي طبعا كيف كان الجهد المبذول في رجلة الخمسين على طبعا ما طبعا تم الاتفاق عليه. هل هو المنقذ؟ هو طبعا قانون لابد من وجوده. طيب انا عايز اقول لحضرتك حاجه، الدساتير مش قران مش قرآن، صح، ولا وما هيش انجيل، دي دساتير بتصنعها بشر، وفي مجرى الحركه السياسيه والنضاليه هناك متغيرات. المتغيرات. هناك متغيرات. فالدستور مستقبلا يعني اذا كان في حاجه انا شايفه انها ما خدتهاش هاخدها في المستقبل، بس بنضالي يعني توازن القوة في المرحلة دي طلع لي هذا الدستور، الدستور التوافقي. ما بقولش دستوري، يعني ما يقدرش حد النهارده واحد اشتراكي يقول ده دستور القوى الاشتراكية، ولا ليبرالي يقول ده دستور، ولا ديني يقول ده صح، دستوري. احنا توافقنا في المرحلة دي على الدستور ده، هنمشي بيه مرحلة. يعني دي الأرضية اللي بتتيح لنا بعد كده إن احنا نكمل مسيرتنا على قدر ما هنعطي وما هن هنبذل، وعلى قدر ما هنبذل. عجلة الإنتاج بالظبط تتحرك والناس بالظبط. كلها. وتعملي تنمية حقيقية، طبعا وتعملي عدالة، يعني عدالة توزيع. طبعا، لأن كان في تنمية، لسه كان زياد بهاء الدين بيتكلم بيقول إن في ما قبل ثورة 25 كان في تنمية، لكن ما كانش في عدالة توزيع، فده اللي عمل الخلل صح، وخلى الثورة تقوم. فهنا أنت بتحدثي التطور اللي يسمح لك بإنك الأول تنتجي عشان تلاقي يبقى في محصول إنتاج إنتاجك. توزعيه صح بالعدل. صح بس طيب، الفلاحين أخذوا موقعهم، أو لقوا على الأقل من ينصفهم في هذا الدستور الجديد من خلال قراءاتك للبنود الدستور؟ أخذوا الحد الأدنى الحد الأدنى، المقبول، المقبول في هذه المرحلة، وهياخدوا أكتر. ولكن ليس المرضي. لا طبعا. طيب، حسيت أنه بعد هذا الجهد، وبعد هذا العمر، وبعد هذا الكفاح الطويل، ومن ذهب ذهب، ومن جلس جلس، طيب ليش ما نتفق على شيء ينصف الناس طالما في يدنا الحلول؟ اي ما هو الدستور بقى بيشكل هذا الحد اللي احنا نقدر مستقبلا ننميه، ننمي الحقوق اللي احنا عاوزينها فيه. يعني حجمنا الوزن النسبي بتاع القوى الفلاحيه خده، يعني ما كانش يجيب اكتر من كده. بعد كده النقابات والاتحادات والمنظمات الفلاحيه هتناضل من اجل انها تاخد اكتر. فالوسيله الى هذا ايه؟ انك تقدمي ترسخي لي عند الناس حبهم للعداله، بالظبط ترسخي عند بالظبط. الناس انه انا لما اتعرض لموقف مش عيب ان انا اتكلم يعني واصرح. الاخوان لما وفق المخطط اللي كانوا عاملينه ضرب المحكمه الدستوريه العليا، كان مقصود بيها تكسير اهم هيئه قضائيه عشان نتحول الى نعمل لجان عرفيه لجان عرفيه. يبقى هي دي اللي بتحكم.
مش كأننا القانون، لسه عايشين مش في القانون في العصور مرحلة الوسطى. البدو وأنه لما اتضرب جهاز، يعني مفيش دولة تعيش من غير جهاز أمن. لما اتضرب الجهاز الشرطة، مش اتحاكم المخطئين والمجرمين صح الذين أجرموا في حق الشعب، أنا أطلب محاكمتهم، لكن ما كسرش جهاز دولة، جهاز شرطتي صح اللي هو بيحقق لي أمني في بيتي وأنا قاعد مستريح ومش خايف حد يقتحم عليا البيت. فهنا كان في محاولة لتكسير الجهاز مش الأفراد المخطئين أو المجرمين. بالنسبة للجيش كان نفس، عشان يجيبوا لنا جند الله، يعني تكسير العدوان على الجيش المصري اللي حصل 15 والخطف ضباط الجيش طبعا والبوليس، ده كان يعني مقصود بيه إنهم يكسروا جيش مصر. فهي يعني المؤامرة بقت واضحة للعيان، هم في برابعة كانوا بيقفوا يقولوا بلسانهم هم ان احنا هنقتل وهنذبح وهنموت، كانوا بيعملوا كده على. طب انا ده يعني اعتقد هذا اعتراف دليل واضح، واضح دليل واضح وقطعي. وقطعي بالظبط. فبالنسبه لي بيخليني اقدر اقول ان دول مشتركين في مخطط لتدمير الدوله المصريه، لان هم باعترافهم مش محتاجه بقى، دي مش محتاجه محكمه. لكن الحاجات اللي مش ما احناش فاهمينها، الموت اللي في الميدان، تعريه البنت، مين ده كان لابس ظابط مين ولا كان السبب؟ يعني مين؟ ما نوجهش اتهام لحد بالظبط. بعينه، لانه وجه اتهام للجيش في طبعا. هذا التوقيت، قالوا لا لانهم هم من يعني الاخوان استباحوا. اتظبطت كذا بدله ميريم بيلبسوها، طب انا عرفني مين اللي كان بيعمل ده؟ ما اتمسكش حد، وانا يعني انا اطالب الجيش بانه يظهر المجرمين الحقيقيين حتى لو كانوا من بين صفوفه عشان الناس تفهم. طبعا من خلال تقصيكم ايضا من خلال لجنه حقوق الانسان، هل هناك حالات حسيتوا انه فعلا لازم الاعلان عنها وبشكل سريع وبشكل مباشر وصريح بدون انكار وبدون انتظار نحن الراي العام؟ يعني نتوخى الحذر الشديد في اللجنه، عشان لما نقول كلمتنا تبقى كلمه موثقه، يعني اللي مؤكد، طيب اللي مؤكد. مصادركم، بصي عايزه اقول مصادركم الناس يعني مصادرنا الناس والاجهزه برضو، الإعلام كله والتصوير كله، ولا والطب الشرعي والداخليه كله، يعني بنجري حوارات معاهم. الكذب الواضح الذي لا لبس فيه، حكايه 5000 واحد قتيل في روعه، هذا كذب بالقطع واليقين، يعني بوقاحه. يعني انا كنت دايما بقول انتوا عملتم الإخوان الإرهابيين، يعني عملوا إذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان وإذا خاصم فجر فهم وإذا وعد أخلف، فهو عمل كل آيات المنافق المنافق الأربعة يعني. الأربعة، وما زالوا مستمرين في المسلسل ده. فدي في حاجات يعني واضحة، وربنا ادانا عقل نفهم بيه. لما انا اقف واقول انا هقتلكم، طب خلاص انت اللي بتقول مش انا اللي بقول. طيب الشباب اللي منصاع ليهم الان، والمظاهرات التي تخرج في مصر بين الحين والاخر، والتفجيرات التي تحدث بين الحين والاخر، وبدات تتقسط اماكن عاديه، ليست اماكن عسكريه وليست اماكن ذات ثقل سياسي مثلا، لا اتوبيس نقل هي عام. طبعا. لا، احنا احيوا، يعني دي مش طبيعه الشعب المصري. الشعب المصري مسالم بطبيعته، بتاريخه كله من اوله. طبعا. احنا مدافعين اشداء، يعني لما يبقى علينا عدوان من الخارج الشعب المصري بيتوحد ويقف. احنا 18 يوم وقفنا في ميدان التحرير، ما كانش فيه اي شيء خاطئ، ولا تحرش ولا كذب ولا اي حاجه. كانت الناس في غاية الجمال، لأن هنا كانت الأمة متوحدة. بعد ما ابتدت الإخوان يمسكوا زمام السلطة، ابتدت كل الأشياء دي تحدث. حسيتي وقتها الإرهابيين، يعني أنا مش عايز أقول إخوان بس أنا بس ما أقولش إخوان مسلمين، لأن الإسلام هو ديننا بريء. كلنا هو الإسلام بريء ديننا طبعاً، جميعاً. الإسلام بريء من كل الممارسات الهمجية اللي بيمارسوها. طبعاً. الإسلام بريء من الجماعات التكفيرية ومن الذبح أنصار الشريعة والسحل ومن طبعاً. ده إنساني بأي منطق طبعاً وبأي دين؟ سيدتي الكريمة، وصل الاستهتار إلى أنه يكون الآن تفجيرات علنية، ويطلع مندوب أو ما شابه من تنظيم القاعدة يعلن مسؤوليته عن التفجير ويعتذر أنه كان خطأ، هناك خطأ.
أريد كليب حيا. اي والله اي والله. ويرجع يقول لك رجع لنا الله بقى. يرحمه ويغفر له، يعني صحيح، الله يرحمه ويغفر له. اغفر له. مستشفى ميداني في اليمن، شيء بشع. تفجير اطباء وممرضات واطفال، صعب صعب. ربنا يحفظ يا رب المنطقة يا كلها رب يا رب من مخططهم. يا رب. طيب احنا في جزئية انا كنت حابة اتوقف معك، انا اسفة كمان عليها، لا لانه تفضل. انت امرأة وانا امرأة وكرامتك من كرامتي. نعم. لما رحتي الاتحادية وتعرضتي أيضا للإهانة، أنا محاولة أيوة طبعا، هي تعتبر إهانة وكتم للصوت طبعا الحرية، طبعا كتم طبعا، للصوت، وأنا أنت بحاجة اعتبرتها إلى كده إعلان. الحقيقة، أنا اعتبرتها هو ده منهجهم، في إن هم يريدون أن يسكتوا الشعب المصري عن بالتكميم بالتكميم، أو بوضع تكميم اليد على الفم، بالظبط. كيف حسيتي وقتها؟ أو ماذا كانت، ما هي الكلمات اللي كنت بتقوليها وقتها؟ أنا قلت لا إله إلا الله والإخوان أعضاء الله، وأنا النهاردة بقولها تاني وتالت ورابع، هذا شعار حقيقي، لأنهم فعلا أعداء. يعني مش مسألة إن أنا بكفرهم، هم الذين كفروا أنفسهم بما أوتوا من أفعال، بما فعلوا من أفعال. فأنا يعني أنا لو شفت الفيديو، أنا شلت شفته. إيده كذا مرة، لأن أنا لو كنت في سني يمكنني، أنا يعني ما أقدرش أسكت يعني. ورغم كده انا كان ممكن فعلا اموت، لان انا في وسطهم لولا شبابنا يعني خدموني. أنا بشكرك جدا على وجودك معنا، بتمنى لك دائما الصحة والعافية. شكرا يا حبيبتي، تحت امرك. مشاهدينا شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، أعتقد استمتعتوا بكثير من الذكريات، وعذرا إذا كنا ألمناكم معنا قليلا، ولكن هي حياة قل كما هي. أراكم على خير، في أمان الله.